دراري السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنحاولوا نهضروا على الراب اون جينيرال، ونحاولوا نهضروا على الراب كيفاش بدا في المغرب. دونك الفيديو تنقسم لدو بارتي، الراب الاستوار ديال الراب من البدايه ديالو، والبارتي الثانيه نهضروا على الراب في المغرب والبدايه ديالو كذلك. خليكم معنا وما تمشيو فين، وما تنساوش بيان سيغ دعم القناه والاعجاب بالفيديو. قبل ما نهضروا على الراب، انا نهضروا على الثقافه ديال الهيب هوب وكيفاش نبعث منا هذا العنصر هذا ديال الراب. ثقافه الهيب هوب بانت في الاول بثلاثه ديال العناصر، اللي هو الدي جيين، دانسين والجرافيتي. حنا غنكونسونطراو على الجانب الموسيقي، كوم سان بعد غنخرجوا في الراب. ارجع بكم ل 1970، هنايا لي زافو امريكا او الافارقه السود كانوا تعانيوا من العنصريه، ولكن من بعد مظاهرات الى غير ذلك، هاد لي زافو امريكا قدروا انهم ياخذوا الحقوق المدنيه ديالهم او لي دروا سيفيك ديالهم، ولكن مع ذلك بقات العنصريه في امريكان ضد هاد السود هذا. دونك اللي نتج عليه من بعد هو انتشار البطاله عند هاد الفئه هادو. باش هاد لي زافو امريكا يخرجوا هاد الضغط ديال العنصريه والضغط ديال لا ديسكريميناسيون الى غير ذلك، التجؤوا للموسيقى. هنايا في 1973 واحد الساط عايش في نيويورك، وبالضبط في حي البرونكس، هذا من افقر الاحياء اللي كاينه في نيويورك. هاد الساط هذا من اصل جامايكا، اللي غتولي من بعد سميتو دي جي كول هيرك. هذا يعد من لي فونداتور ديال الثقافه ديال الهيب هوب. واحد النهار ما لقى ما يدار، شد واحد ليكتور دو فينيل وشد جوج ديال لي باف، وقال ندير بلوك بارتي نعرض فيها على الاصدقاء الى غير ذلك. ولكن ما جاوش غير الاصدقاء ديالو، جات البرونكس كامله حضروا الحفله ديالو. فاش نقول بلوك بارتي، يعني دوك الحفلات اللي تيداروا في الزنقه بحال هكا في الحومه. فاش جاب داك الحفله بان صدقات وعجبت الناس الى غير ذلك، قرر انه يبقى يدير حفلات في البرونكس كامله. دونك هنا تجي الفكره بانه في عوض ما يخدم في ليكتور فينيل واحد، يخدم جوج ديال ليكتور فينيل. هنا بداية ديال دي جيين، هنا يولي سميتو دي جي كول هيرك. علاش يخدم جوج ديال ليكتور فينيل؟ باش ما يبقاش يعني الموسيقى ما تحبش في النهاية ديال الموسيقى، تيدير بلاي الفينيل الاخر باش تبدا الموسيقى الاخرى. فوالا هنايا استمروا الحفلات الى غير ذلك. هنا من بعد لاحظ واحد في ديك الموسيقى اللي تيدير في ديك لي بارتي انسترومونتال، سيرتو هنا كان تيدير الموسيقى ديال جيمس براون. جيمس براون الموسيقى ديالو اللي هي ريتميك شويه، لاحظ بان في ديك البارتي انسترومونتال ديال الموسيقى هذه الناس تيشطحوا بواحد الطريقه اللي هي غريبه شويه، وكان تيتسماو هاد لي بارتي اللي انسترومونتال تيتسماو لي بريك، يعني بحال قلتي بين كوبلي وكوبلي كان تيتسماو لي بريك، ولكن ما كانوش تيطولوا بزاف، كانوا فيهم 10 ديال الثواني. دونك هنا فاش شاف الناس تيشطحوا بديك الطريقه في ديك 10 ديال الثواني، جاتو الفكره بانه يبقى يرجع لو فينيل البدايه ديال هاد لابارتي هادي، فيما تيقرب يسالي تيرجع لو فينيل، لدرجه ان في بارتي انسترومونتال ممكن انها تدوم تل 3 ديال الدقائق، وهنايا فين يبان البريك دانس. دونك هنا فاش بان البريك دانس، هنا غيوليو يتنظمو دي كومبيتيسيون او دي باتل في هاد البريك دانس. فاش نيويورك سمعت هاد خاينا هذا دار هاد لا ريفوليسيون هادي، بانو دوطخ دي جي ونقلو منو لا تكنيك ديالو. من بعد غادي يبان واحد العنصر رابع، اللي هو الام سيين، ام سي ماستر اوف سيريمونيز. شنو هو الام سيين وكيفاش بان هاد دي جي كولور؟ في لا جامايك كان ما يعرف بتولستين. شنو هو تولستين؟ تطلق موسيقى تجبد تهضر من فوق الموسيقى، ولكن بلا ريتم بلا تكنيك بلا حتى شي حاجه، غير تتهضر. حاول يترجمها على دوك لي بارتي بريك اللي هضرنا عليهم، يبقى يهضر يدير تولستين على دوك لي بارتي بريك. كيفاش كانت البدايه ديالو؟ انه كان غير تي بحال تي بريزونتي راسو، تقول ياو اس دي جي كول هير ان ذا هاوس وكذا، فوقتك البريك اللي قلنا. ولكن من بعد بدا باش يبريزونتي كاع الناس اللي تما، كانت صعيبه شويه القضيه. دونك يحاول المساعده من عند واحد الصديق واحد اخر سميتو كوك لاروك، هو يولي يتوستي فوق تك لانستري. دونك هنا ايبان اول ام سي في تاريخ ديال في تاريخ ديال الهيب هوب. هنا انتقلوا من انهم يبقاو يقولوا جمل قصيره فوق داك لانستري، والى جمل طويله باستعمال اللغه ديال الشارع بيان سيغ، ويعطيو واحد لو ريتم في الموسيقى ديالو.
ولكن اول موسيقى اللي تانغوجيسترات في الاستوديو هي ديال واحد الباند اللي كانوا تيخدموا ديك الساعه ما خدموش الدي جي، مي خدموا لي زانسترو ديال الموسيقى بيرسوناليتي جوك ديال واحد الجروب اللي سميتهم فات باك باند. وكذلك من بين لي فونداتور ديال الثقافه ديال الهيب هوب اللي من بعد انبعت منا عنصر ديال الراب كاين افريكا بومباتا. هاد افريكا بومباتا كان شيف دو غونغ، دونك هنا فاش مشى في الطريق ديال العصابات ولي غونغ، اجي واحد الوقت اللي صاحبو غادي يموت وغادي ديك الساعه غادي يوعى بان هادشي ما تيدي حتى شي بلاصه. هنا غادي يبدا دي جيين بالاضافات اللي يدير انه يبدا يميكسي في الموسيقى اللاتينيه، كومسا غادي يعمم هاد الموسيقى للجميع اللي عايشين داك الاضطهاد وداك العنصريه في امريكان. وهنا غادي ينضم ما يسمى بجمعيه زولو نيشن. هاد زولو نيشن كانت الاهداف ديالها هو جمع المال من الحفلات او من لي سواري اللي تيدير وباش يساعدوا الفقراء والمحتاجين. دابا نديروا العلاقه بين دي جيين وكيفاش انه ميز داك لانسترو او داك لانسترو اللي تيرابي عليها رابور سيغتو دابا تنهضر على اولد سكول، كيفاش انه ميزها بواحد لا تكنيك اللي بانت حتى هي كذلك في السبعينات اللي ما يسمى بسكراتشين. سكراتشين هي بحال هاد الموسيقى اللي تسمعوا دابا. وهاد سكراتشين هذا اختار واحد صوتي سميتو جراند ويزارد تيودور، يعني قاعد المكونات اللي قلنا البريك بارتي والسكراتشين وديك الدروب نيدل. فاش نقول دروب نيدل يعني تتهز ديك اللعيبه اللي تقرا الفينيل واحد الشوكه تتهزها وتحطها في واحد البلاصه واحده اخرى، يعني بلا ما دير ديك الباك سبينين وكذا. قاعد المكونات اللي يحطوا لنا لانسترو ديال الراب حتى الحدود السبعينات كان دي جيين هو لي دومينو في لا كولتور هيب هوب، ولكن من بدايه الثمانينات ولا الراب هو العنصر الاساسي في لا كولتور هيب هوب. الا دابا حاليا فاش نقول فاش تسمع هيب هوب اوتوماتيكمون عقلك تمشي للراب الى غير ذلك. كاين اللي تيغلط تيقول لك الراب هو الهيب هوب، بحال اللي قال يوس 45 في التراك ديالو الاخر المنشار، قال واحد جوج روابا في كازا اللي عايش الهيب هوب، لكن ما عندهاش واحد المعنى واحد اخر. هذاك ستر هذاك المعنى هو غلط، حيت الهيب هوب هي ثقافه ما يمكنش انك تعيش الهيب هوب بجميع العناصر ديال. دونك انا في 1979 غادي يبان واحد الجروب ديال الراب اللي سميتهم شوغر هيل جانج. كان هذا هو اول جروب ديال الراب اللي خدا هذا لو جونغ ديال الموسيقى ديال الراب. وغتسمع واحد الموسيقى اللي هي شهيره ربما ديالهم، كانت خرجت في 1979 اللي سميتها رابرز ديلايت. The hip hop, you don't stop. Rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple and yellow. But first, I gotta. 1982 يجي تكسات افريكا بومباط اللي قلنا لكم، وغادي يخرج واحد تراك جديد اللي غادي يكارطوني. يجي واحد دي جي تا هو من ثلاثه ديال لي فونداتور اللي قلنا لكم، قلنا دي جي كول هيرك وافريكا بومباط والدي جي الثالث سميتو جراند ماستر فلاش. المهم هاد الثلاثه هادو هما تعتبروا لي فونداتور. جراند ماستر فلاش يخرج واحد تراك مع واحد الجروب سميتو ذا فيريوس 5. هنا البدايه ديال ما يسمى راب كانشنس او لو راب كونسيون اللي تيكون تيحمل واحد الرساله او واحد الميساج اللي تنقول ليه دابا تراك تيم او تيعالج واحد لو تيم معين. التراك هضر فيه على معاناه ديال السود الى غير ذلك. هادشي في لو كوتي است ديال الولايات المتحده الامريكيه. لو كوتي ويست تما يبان ما يسمى بالغانغستر راب او تترابي باش انك المهم تما غادي يبان شويه ليكو. هادشي اللي كاين بالنسبه للبارتي الاولى باش ما نطولوش فيها بزاف، عطيتكم غير مقتطفات، حاولوا تبحثوا هادشي حتى انا ربحت فيه وكاين شفت دي فيديو كنحاول اني نوصل لكم الميساج. حاولوا تنتوما تبحثوا على القصه ديال الهيب هوب. في البارتي الثانيه نحاول ان شاء الله نهضروا على الراب كيفاش بدا في المغرب. حتى هنا تنقول لكم تهلاو في راسكم
ونتلاقاو في فيديو واحد اخر. ما تنساوش دعم القناه بالمشاركه فيها والاعجاب بالفيديو وتفعيل خاصيه الجرس باش يوصلك الجديد، وتابعونا على انستغرام وفيسبوك وتويتر اللي تلقاهم في الديسكريبسيون. شكرا لكم بزاف وتهلاو في راسكم.